نعود إلى المغرب وعلى مستوى آخر، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن عددا من مناطق المملكة من المرتقب أن تعرف طقسا حارا ابتداء من يوم غد الجمعة وحتى الاثنين المقبل. وأوضحت المديرية في نشرة جوية خاصة من المستوى البرتقالي أن درجة الحرارة بعدد من المناطق ستتراوح ما بين 32 و 41 درجة.